مع احمد زميلنا احمد عبد الملك، مع الاستاذ محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري وتعليقه بعد فوز الاتحاد النهارده ببطوله كاس مصر كره السله. برحب بك يا زميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، وبرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. عقب نهايه لقاء الاتحاد والاهلي في نهائي كاس مصر للكره السله، فوز كبير لنادي الاتحاد على النادي الاهلي ورجوع الكاس الى نادي الاتحاد. الاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد عقب الفوز، حاج محمد يعني باليوم مبروك، فوز مهم، بطوله غايبه من موسمين على نادي الاتحاد، لكن النهارده بان فرقه الاتحاد من اول دقيقه لاخر دقيقه ان هي مصممه على المكسب، والفوز جه في اخر دقيقه، اعتقد كانت فرحه كبيره يا حاج محمد. اولا انا حابب ابارك لجمهور اسكندريه ولهم مبروك، فوز يعني كنا يعني متمنيينه بصراحه، اشتقنا للبطولات. حابب ان انا اسلم على الاستاذ ابراهيم عبد الجواد حبيبي واخويا ومن الاعلاميين المحترمين جدا جدا، انا بحبه في الله بصراحه. بارك جمهور اسكندريه كله وجميع نادي الاتحاد المخلصه، الحمد لله فريق نادي الاتحاد فريق محترم قوي قوي. احنا بقالنا سنتين زي ما حضرتك قلت ما خدناش بطوله ولا دوري ولا كاس، فان شاء الله دي بطوله بالنسبه لنا يعني. ولكن انا كلمتي للعيبه بعد هذه المباراه وهذه البطوله قلت لهم احنا دي بدايه ان شاء الله لبطوله السوبر. كاس مهم قوي بالنسبه لنا، اللعيبه كانت مركزه قوي ما شاء الله عليهم. ماتش الزمالك ماتش كان صعب، ولكن اللعيبه الحمد لله كان قد المسؤوليه. النهارده ماتش بصراحه ماتش يعني كلوز جيم جدا. شايفك مع كل هجمه مع كل كوره حاج محمد متفاعل، مشجع من مشجعي الاتحاد ولاعب قديم من كره القدم. هو الفكره كلها ان انا قريب من الفرقه قوي وقريب من النادي، وهم اللعيبه عارفه يعني ان حتى يعني علاقتي باللعيبه كلها علاقه يعني ولادي كلهم، فانا ببارك لهم الحمد لله. وبارك الكابتن احمد عمر مدير الفني، مدير فني محترم ابن راهنت طبعا. الكابتن احمد عمر مدرب كبير يعني، وعلى فكره يعني في ناس كان بعض الناس عماله يعني ان هي بتهاجم الكابتن احمد ولا الكابتن احمد مدرب كبير جدا جدا، نتائجه عظيمه في دوله الامارات العربيه، وانا بقول له مبروك وبقول بارك لهيثم كابتن الفرقه بصراحه، يعني لعيب على مستوى عالي، لعيب محترم، لم الفرقه كويس قوي. بعد ماتش الزمالك انا اتكلمت معاه بعد ما خلص من هنا، طلع على الفرقه جمع الفرقه كلها، نسينا الماتش وقلنا نركز في ماتش الاهلي. الحمد لله وانا بقول هارد لك النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير جدا، معاهم مدير فني محترم، معاهم لعيبه محترمه جدا. بقول هارد لك للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. طيبه بين الفريقين حتى عقب التتويج جمهور النادي الاهلي فريقه وقفت لحد ما نادي الاتحاد استلم دي. ده الطبيعي، ده الطبيعي في مجال كره السله، ده الطبيعي بتاعنا يعني. فانا ببارك الاسكندريه كلها، ببارك جميع نادي الاتحاد، ببارك الاعضاء النادي، بتمنى ان شاء الله نادي الاتحاد يكون في مكان افضل، وان شاء الله الخير اللي جاي لنادي الاتحاد. جمهور الاتحاد اللي جه وزحف خلف فرقته من اسكندريه لحد القاهره النهارده، تقول له ايه يا حاج؟ لا انا بقول لهم يعني هو نادي الاتحاد ده جماهيره مخلصه، يعني لو الماتش ده بجماهير متهيألي الصاله كلها كانت هتتملى من جميل نادي الاتحاد وجميل نادي الاهلي، ولكن هم كانوا حاطين ليميت معين في الناس اللي تخش الماتش، ولكن الحمد لله. المهم عندي المكسب، المهم عندي الفوز بالكاس، فرحه حلوه، والفرحه جت صعبه بصراحه. وانا بارك لعيبه كلها، بقول لاحمد عادل دوله ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه، الناس كلها على مستوى عالي. الكابتن هيثم بصراحه يعني النهارده عمل ماتش اكثر من رائع، الماتش راح ورجع برمي ثلاثيه وجابها، يعني الحمد لله. ده هيثم، ده هيثم جمال، اعتقد شهاده كبيره من نجم كبير في اسكندريه ولاعب كبير الحاج محمد مصلحي، يعني مليون مبروك يا هيثم ليك ولفرقتك والجمهور نادي الاتحاد. بطوله صعبه النهارده، تالقت وجبت اكثر من ثلاثيه، قدروا يساووا فوز فرقتك بكاس مصر. الله يبارك فيك. انا ما عنديش غير حاجه واحده بس، بنعتذر جمهور نادي الاتحاد مع التاخير، وبنعتذر بنبعت الفرقه كلها للرئيس، اتاخرت البطوله دي، اتاخرت الراجل بصراحه في خلال 4 سنين اللي فاتوا ما كناش احنا على النتيجه، ما كانتش على قد الحاجات اللي هو بيعملها معانا، واحنا بنعتذر له بصفه يعني قدام الناس كلها. حقك علينا يا ريس، اتاخرت، وان شاء الله نوعدك دي ما تبقاش اخر بطوله، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. مكافات الحاج محمد لا لا مش محتاجين نتكلم، مش محتاجين نتكلم، لا لا اخر حاجه الفلوس، اخر حاجه اخر حاجه اخر حاجه اللعيبه اللي بينهم بعدين على اخر حاجه. الموضوع مكسب، احنا بالنسبه لنا موضوع مكسب، مركزين في الموضوع ده اكتر، واللعيبه مركزه بكده، مش متعود بكده احنا، وبالذات الباسكت بول عشان عارف يعني، بالذات الباسكت بول. حبيبي هيثم ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق في القادم ان شاء الله، بطوله السوبر بطوله صعبه ان شاء الله ابراهيم كتير حبيبي حبيبي. إذا الزميل العزيز إبراهيم عبد الجواد تلقانا مع الحاج محمد مصلح رئيس نادي الاتحاد السكندري، وهيثم كمال كابتن وقائد الفريق، عدد استكمال البرنامج، والزميل العزيز إبراهيم عبد الجواد.